فترة انتقالية، والمواطنين والمواطنات سواء كانت تيسر تحت الوسائل أو هي تيسر الشهور فيما عدا هي تيسر تقليل المواطنين وحنا كنلقاو السي رئيس باش نفهمو ونعرفو ما معنى هذه الفترة الانتقالية، شنو هي الإشكالية ديالها وشنو المواطنين مازال غيستمروا في هذه الحالة التي لا تبشر بخير في تيسر ست شهور، والمواطنين تقسم معنا معلومة السي رئيس وتحية عالية. شكرا.